جامعة الأورال الفيدرالية. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ انا هقعد لان الجامعه دي بتستاهل فعلا ان انت تقعد لها. دي جامعه الاورال الفيدراليه. يعني ايه جامعه فيدراليه؟ يعني جامعه فيها كل التخصصات الهندسيه، فيها كل ما تتوقعه من التخصصات الهندسيه. جامعه قويه جدا في التخصصات الهندسيه. ما اقدرش اقول ان هي الافضل، ولكن من الافضل، لان طبعا الاورال معروفه على مدار السنين اللي هي بتخرج منها طلاب، اذا كانت من الجنسيات الاجنبية او من الاشخاص الروس. طبعا احنا قدام، مش عارف اقول لكم مبنى ايه ده، عامل زي القصر، مبنى كبير جدا من يمين والشمال. طبعا انا هصور بحيث ان هو يكون ظاهر لكل الناس. التخصصات فيها يعني ما اقدرش اقول ان هي غالية، ولكن في الحد المعتاد لاسعار الجامعات الروسية، ولكن التحضير بتاعها بيكون غالي جدا. يعني التحضير لوحده هنا بيعمل تقريبا 1900 دولار، فدي حاجة مش رخيصة ان هما ياخدوا سنة تحضيرية هنا. بس عموما الطالب اللي بيدخل فيها السنة التحضيرية الافضل ليه ان هو بيقدر ان هو يكمل فيها بقية السنين بتاعته، ما بيضطرش ان هو يروح للمدن الاخرى. الاورال الفيدرالية ادي المبنى قدامنا، ودلوقتي هاخد لفة بيه كاملة بحيث ان انا ابقى ظاهر ليكم كل حاجة عن جامعة الاورال الفيدرالية، وهوريكم الخلفية بتاعت الشارع نفسها. ولكن الجامعة ما عليهاش كلمة ان هي قوة. يعني انا جاي ليها 4000 كيلو مخصوص عشان اصور الفيديو دوت واتكلم على الاورال الفيدرالية. الحاجات اللي وراها ديت مش تجديدات ولا حاجه، هي الحاجات دي مسرح. شكل ان في حفله هتتعمل هنا اليومين دولت، فهم بيعملوا مسرح بحيث ان يكون في حفله، لان انا شايف ان الموقع بتاع الجامعه بيعطيك في وش السنتر تحديدا. يعني انا هلف اهوت، ده بالظبط كل الاورال باينه قدامي، وادي الجامعه في ظهري. مفيش، انا بيني وبين الجامعه مفيش 5 خطوات، ولكن جامعه بسم الله ما شاء الله. هو هنا على فكره مكتوب ان في حفله هتتعمل هنا، حتى مكتوبه الاورال الفيدراليه تبع جامعه الاورال، هتبقى كل حاجه تبع ليها موجوده على المسرح دوت. فانا طبعا برضو هدخل عند الجامعه من جوه بحيث ان انا اصور تاريخ الجامعه، ويعني تبقوا عارفين كل حاجه عن الجامعه الفيدراليه. دي طبعا اللوحه بتاعه الجامعه اللي بيبقى مكتوب عليها كل حاجه، ودي بسم الله ما شاء الله انا شايف ان الجامعه اورالسكي فيدرالني يونيفرسيتي، جامعة الأورال الفيدرالية. دي جامعة الأورال الفيدرالية من جوه، جماعة ما شاء الله. يعني طبعا يعني الجامعه يعني شايف ان هي كويسه جدا. ناس كتير جدا معتقد ان سهل هنا ان انت تدخل الاقسام وتصور، ولكن دي حاجه بتكون صعبه جدا في روسيا. وعموما احنا مش محتاجين، يعني الجامعات ديت مش محتاجه ان انت تدخل جوه وتصور، لان هي جامعات معروفه، ومعروف ان هي على مستوى روسيا كلها قوه التعليم بتاعتها. طبعا هنا حاطين النجوم اللي هم حاصلين عليها تبع الاورال الفيدراليه 2016 2017 2018 2019 2020. الأورال الفيدرالية. الأورال الفيدرالية جامعة ما فيهاش كلمة، جامعة من أفضل الجامعات اللي موجودة في روسيا. الجامعة بتشمل أكتر من 100 قسم للتخصصات الهندسية. الجامعة فيها طب؟ لا، الجامعة فقط للتخصصات الهندسية. هنا أنا بتمشى في الحرم الجامعي. الحرم بتاع الجامعة كبير جدا، يعني انا مش شايف ان هو صغير، وشايف ان الجامعة دي علشان
كده بتسمح باعداد طلاب كبيره. وعلى فكره مش الطلاب العرب او الاجانب بس اللي راغبين في الجامعه ديت، ول ان فعلا الشعب الروسي بيختار الجامعه ديت لان جامعه قويه بالنسبه في روسيا. في ناس كتيره جدا على الجروبات ساعات بشوفها تقول لك لا جامعه الفدراليه في الاورال او الجامعه الطبيه في الاورال. لا عموما يا شباب انا هقول لكم كلمتين، ان جامعه الاورال او جامعات الاورال تحديدا من افضل الجامعات الروسيه. عدد تعداد سكان المدينه بيعدي 1,700,000. المدينه كبيره، دي رابع اكبر مدينه على روسيا، والجامعات بتاعتها كلها معتمده، كلها 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 معتمده. عموما الجامعات الفدراليه والجامعات الحكوميه معترفه في معظم الدول العربيه. طب لو جينا اتكلمنا على ان الطالب ازاي ممكن يتعامل في الجامعه ديت، الجامعه ديت هتدخلها بالانجليزي؟ لا انا ما انصحش بيها، انا انصح الناس اللي هي عايزه تدخلها تدخل فيها اول حاجه السنه التحضيري. دي من وجهه نظري كاخ كبير ليكم من كلامي مع الشعب الروسي، ان هم قال لك الافضل عموما ان اي حد داخل روسيا عايز يتعلم اذا كان باللغه الانجليزيه او باللغه الروسيه، انا شايف ان الافضل ان هو ياخد سنه تحضيري لان هو هيتعلم منها حاجات كتيره. انما بترجع برضو للشخص والاخر، في ناس بتقول لك انا مش عاوز ادخل سنه تحضيريه فبتدخل الانجليش على طول. بس اهم حاجه لما تيجي تختار الجامعه للغه الانجليزيه لازم تختار جامعه صح، ان انت داخل جامعه باللغه الانجليزيه، ودي طبعا بتختلف من الجامعات الاخرى، او ان الناس لازم تلتزم بالجامعات. يعني احنا مثلا جامعه الاورال الفدراليه انا شايف ان هي جامعه قويه جدا، انا عندي حمايه نفسه متخرج منها وهو قال لي لما تروح الاورال الفدراليه لازم تتكلم عليها، لان الجامعه ديت تاريخ عريق جدا بالنسبه للشعب الروسي، وعموما الدراسه في روسيا للتخصصات الهندسيه. يعني انت متوقع يعني احنا واقفين نختبر قدام اكبر جامعه في الجامعات الهندسيه في روسيا، هي مش الاكبر والافضل ولكن من اكبر الجامعات اللي هي وافضلهم، ان انت تقدر تدرس فيها التخصصات الهندسيه عموما. موجود فيها قسم الترجمه واللغات، ده طبعا الشعب المصري كتير جدا ما بيطلبه، فده موجود في المبنى ده تحديدا. هو يعني احنا لو جينا نتكلم على اسعار الجامعه فانا طبعا مش هقدر اتكلم على سعر محدد، لان اسعار الجامعه هنا بيبدا من 2,100 دولار وانت طالع بقى لحد زي ما انت عاوز. بس عموما يعني نقدر نقول من 2,000 2,100 2,300 2,400 وانت طالع، ولكن يعني الافضل ان انت تدرس في الجامعه اللي ورا دي تحديدا باللغه الروسيه. اللغه الروسيه افضل ليك كتير ان انت تدرس في الاورال الفدراليه او في اي جامعه في روسيا. بعض الجامعات فقط اللي بتسمح ليك ان انت تدرس الست سنين بتوع الهندسه بتاعه الطب باللغه الانجليزيه، ودي هنخليها في فيديوهات اخرى علشان الفيديوهات ما تكونش طويله عليكم. انما عموما الاورال الفدراليه هي جامعه فيها اكتر من 100 تخصص في هندسه البرمجيات، وفي عموما الاقتصاد والسياسه، عموما كل حاجه بتتكلم فيها عن الهندسه نقدر نقول ان احنا في الاورال الفدراليه. هي برضو مش الاقوى، في اللي افضل منها. ده برضو البيزنس سنتر تبع الجامعه، يعني انا شايف ان جامعه الاورال الفدراليه واخده مساحه كبيره جدا. طبعا المنطقه اللي انا ماشي فيها دي كلها دي تحديدا الاورال الفدراليه كامله، يعني ما شاء الله مساحه الجامعه انا ما كنتش متوقع ان هي كده. يعني الواحد طول عمره بيسمع عن الجامعه الفدراليه بس كنت متوقع ان المبنى اصغر من كده واقل من كده، لكن اللي شفته حرفيا ان جامعه الفدراليه قويه جدا من منظرها ومن شكلها، وبتسمح لعدد كبير جدا من الطلاب العرب ان هم يدرسوا فيها. والجامعة معروفة بالنسبة في مدينة الأورال، طبعا ده المبنى الرئيسي وهنا الطلاب بتدرس. يعني هو حتى المبنى باين ان هو بيسمح لكل الناس ان هي تقدر ان هي يسيع عدد كبير جدا. وعلى فكرة في طلاب كتيرة جدا موجودة فيه، مش روس فقط ولكن في برضه جنسيات أفريقية وجنسيات أوروبية بتيجي اللي هي تدرس الدراسة في جامعة الأورال الفدرالية، لأن هي جامعة صراحة تستاهل. طبعا انا كل ده بتمشى في الحرم الجامعي فقط. الصراحة لان انا شخص حاصل على الجنسية الروسية وبعرف اتعامل مع كل الجهات بامر قانوني، فهنا انا ما عنديش اي مشكله ان شاء الله، متاح معايا التسجيل على الجامعات وتقدروا تتواصلوا معايا على الواتساب. التخصصات اللي انتوا محتاجينها تحديدا هقدر احددها لكم. ليه في الفيديو ما بحددش التخصصات؟ احنا عندنا الجامعه اللي احنا فيها ديت فيها اكتر من 100 تخصص، ازاي ان انا ممكن يعني اقعد في فيديو واحد اقول اكتر من 100 تخصص؟
الخوارج والدواخل والحاجات دي كلها بتاعته هيحتاج معايا وقت كبير جدا، واحنا للاسف ان الوقت معايا محدود لان انا مش عايش مستديم في مدينه الاوران، ولكن عندي الناس اللي انا ذو ثقه معاهم ان انا بيكونوا هم موجودين في الاورال كاني ايمن موجود معاهم. الكلمه اللي ما بيننا والعقودات اللي ما بيننا والشغل اللي ما بيننا بيحكم علينا، لان احنا عشره عمر مع بعضينا بقالنا سنين، والحمد لله كل الناس متفاهمه معانا، والحمد لله ما عندناش مشاكل مع اي حد. دوام التوفيق لكل الناس، واتمنى الخير لكل الناس في الامتحانات اللي هم داخلين فيها، وشدوا حيلكم يا شباب. ان شاء الله الناس اللي رغبه تكمل الدراسه في روسيا اهلا بيكم معانا وتشرفونا دايما. السلام عليكم واشوفكم فيديو جديد.